كما كتحضروا معنا اليوم لهذه الحمله الطبيه عن بعد اللي كتحمل الاسم والعنوان ديال الو الطبيب، وتحت شعار خليك في دارك الطبيب يتصل بك والدواء يوصلك حتى الباب دارك. يعني من بعد واحد المجموعه ديال الحملات الطبيه اللي شملوا عده اقاليم بجهه بني ملال الخنيفره، ارتأت جمعيه لين تواصل بشراكه مع منظمه المرأة التجمعيه انهم يقوموا بواحد الحمله الطبيه عن بعد ومن عن طريق يعني من المنزل، كما كتشوفوا الان متواجدين معنا الاطباء اللي كيتصلوا بواحد المجموعه ديال الاشخاص اللي كينتموا لواحد الاسر يعني معوزه وكيقطنوا بواحد الاحياء هامشيه في مدينه خريبكه، وكذلك استفدوا من هذه الحمله الطبيه كذلك عمال النظافه. يعني في الاجمالي ديال العدد المستفيدين بلغ 400 مستفيده ومستفيد من هذه الحمله الطبيه عن بعد. الحمله كتعتمد اول حاجه على ان الاطباء عندنا واحد لاباز دودوني اللي خدام عند جمعيه المجتمع المدني ديال هاد الناس اللي محتاجين ومرض، وكما كتعرفوا نتوما مع هاد الوباء ديال الكورونا العديد يعني من هاد الاسر ما كيقدروش انهم يتنقلوا للمستشفى سواء الغياب رخصه التنقل الاستثنائيه، وكذلك يعني الفوبيا ديال انهم يمشيوا ويخرجوا باش يقدروا يعني يتعرضوا للمرض وينقلوه يعني لوليداتهم ولوالديهم. داكشي علاش حنا كنتصلوا بهم كنشخصوا الحاله ديالهم عن بعد عن طريق اطباء، وكذلك كنقوموا بنقل الادويه ديالهم وحتى المنازل ديالهم. وبطبيعه الحال هذه العمليه هذه كتتم في جميع محافظه على جميع شروط السلامه الصحيه اللي يعني طالبه بها الوزاره الوصيه والجهات الوصيه بما فيهم وزاره الصحه ووزاره الداخليه. اذا كنشكروا يعني جميع الاطباء الممرضات يعني الجنود اللي تجندوا لهذه العمليه هذه من اجل الانجاح ديال خدمه الو الطبيب اللي هي منصه الاستشفاء عن بعد. وشكرا لقناة شوف تيفي اللي واكباش معنا هذا الحدث يعني من عين المكان. شكرا لكم. اليوم في اطار الشراكه مع جمعيه لنا تواصل ارتئينا باش نديروا هذه المبادره ديال الو الطبيب اللي هي مبادره فريده من نوعها وفرضتها علينا الظرفيه، لان الظرفيه الحاليه كيف كنعرفوا جميع بان بلادنا كافه بلدان العالم كتمر من ظروف ديال الوباء، وهذا الظرف هذا لزم علينا الحجر الصحي ولزم على مجموعه ديال الناس انهم يلتزموا بالبيوت ديالهم، وكيعانيوا مجموعه ديال الناس من مشاكل صحيه اخرى من غير الوباء كوفيد، كيعانيوا مشاكل صحيه اللي هي متداوله كامراض الجهاز الهضمي كحلاقه مسخانه اسهال او مشاكل اللي نقدروا نعتبروها احنا الاطباء هي مشاكل بسيطه في هذه الظرفيه. ارتئينا باش نديروا هذه المبادره بشراكه مع جمعيه لنا تواصل تحت شعار الو الطبيب تجلس في دارك ويجيك الدواء حتى لدارك. اننا كنتصلوا بالناس كنستفسروهم على الحاله الصحيه ديالهم على المشاكل اللي كيعانيوا منها والاعراض اللي كيعانيوا منها، ومن خلال النقاش اللي كنقوموا بهم معهم على طريق الهاتف او على طريق الواتساب كنديروا واحد التشخيص وكنحطوا لهم الدواء ديالهم اللي يناسبهم، وكيتكلفوا اعضاء الجمعيه باش يوصلوا هاد الدواء حتى المنازل ديال الناس المستفيدين بطبيعه الحال مع مراعاه جميع شروط الوقايه والتعقيم. واللي نقدر نقول هو انني كنوجه الشكر للطاقم الطبي والطاقم التمريضي اللي مشارك معنا في الحمله ديال اليوم، وكنوجه الشكر كذلك لجميع اعضاء جمعيه لنا تواصل ومنظمه المراه التجمعيه، وكذلك لشوف تي في اللي واكبت معنا هذه الاجواء من الصباح منذ الانطلاقه ديالها وهما معنا. شكرا جزيلا. كنشكر جمعيه لنا تواصل على هذه الدعوه اللي من خلالها كنحاولوا نقدموا يعني نصائح وارشادات للمرضى ونحاولوا انهم يعني ما يتنقلوش للمستشفيات ويعني نحدوا من الضغط على المستشفيات ديالنا. لذلك رسائل هذه الجمعيه يعني دير هذه المبادره اللي من خلالها كنقوموا بتشخيص عده يعني امراض، خاصه يعني امراض اللي كتبان يعني في شهر رمضان منها امراض المعده امراض الكلي. كنحاولوا يعني نقدموا نصائح طبيه واستشارات طبيه، وكنحاولوا يعني كنبعثوا لهم الادويه حتى للباب ديال المنزل ديالهم. كنتمنى يعني من الناس انها تلتزم بالحجر الصحي وتخرج يعني الا للضروره ان شاء الله. وشكرا. كما كتشوفوا الان من بعد ما عطونا هاد لاباز دودوني من بعد ما سالوا منها الاطباء يعني اتصلوا بهاد الناس وشخصوا الحاله ديالهم وعرفنا ان نوع الادويه اللي غادي ياخذوها، قمنا بوضع هاد الادويه هذه في واحد لي ساشي، وهذه كما كتشوفوها هي اللائحه ديال الناس المستفيدين بالاسماء ديالهم بالارقام الهاتف ديالهم وكذلك بعناوين السكن ديالهم. وضعنا هنا الادويه هنا في السياره وغادي نتجهوا الان باش نوصلوا لهم دابا الادويه ديالهم حتى المكان ديالهم باش كاع ما يخرجوا ونحافظوا على هذه الحاله الطوارئ وعلى الحجر الصحي.